أهلا بكم. خطر داهم يهدد العراقيين في بلدهم بلاد النهرين، ألا وهو نقص المياه، حيث جاء في تقرير للأمم المتحدة أن العراق من بين الدول الخمس الأولى الأكثر تضررا من التغيرات المناخية، وفي المرتبة 39 من بين الدول الأكثر إجهادا للمياه، بالإضافة إلى خطر التلوث نتيجة الاستخدام السيء لمياه الصرف الصحي ومخلفات المستشفيات التي ترمى في الأنهر، وكذلك الاستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية في العراق نتيجة السياسات الحكومية والحروب التي اصطنعتها، ما أدى إلى جفاف الأنهر وعدم الاهتمام بالسدود وتدهور المياه والتربة، فضلا عن عدم القيام بدورها الإقليمي المفترض للمطالبة بحصص العراق المائية والدفاع عنها، وعدم السماح لإيران بقطع الأنهر التي تمر منها عبر العراق بموجب القوانين والاتفاقات الدولية للدول المتشاركة بالمياه. سنضع مشاهدينا الكرام تحت الضوء الأسباب الحقيقية وراء نقص المياه في العراق وقطع الأنهر من قبل إيران وانعكاساتها على الحالة المجتمعية والاقتصادية وتداعيات غياب الدور الحكومي في منع تدهور البيئة المائية العراقية، وكذلك تدهور الإنتاج الزراعي، وكذلك التصحر في ضوء تحذيرات الأمم المتحدة من خطورة نقص المياه والتصحر والجفاف في العراق. سيكون معنا في هذه الحلقة الدكتور نظير الأنصاري الأكاديمي والمتخصص في شؤون المياه. مرحبا بك دكتور نظير. أهلا وسهلا أخي. وأيضا الدكتور رمضان حمزة خبير الاستراتيجيات والسياسات المائية. دكتور رمضان مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا. إذن مشاهدينا الكرام نتابع سويا هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. بلاد النهرين وأرض السواد تعاني شح الماء والتصحر في مفارقة غريبة تظهر حجم الفساد والإهمال الحكومي في ملف المياه ببلاد الرافدين. الأمم المتحدة أكدت أن العراق من بين الدول الخمس الأولى الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، ويأتي أيضاً في المرتبة 39 من بين الدول الأكثر إجهاداً للمياه، وأن التوقعات حتى عام 2040 تظهر ضغوطاً وإجهاداً متزايداً على مصادر المياه في العراق التي تواجه تحديات كبيرة من التلوث الناجب عن ضعف الإدارة البيئية، على حين أدى الصراع في العراق إلى تدمير الأراضي ومصادر المياه. محافظة النجف أعلنت أن المساحة التي حددت لزراعة محصول الشلب في الموسم الصيفي لا تتجاوز 3% من المساحة الكلية بسبب شح المياه، على حين أفاد مصدر في محافظة بابل من قطاع المياه عن ناحية الطليعة في جنوبي المحافظة منذ 20 يوما، وأن الجفاف ضرب جميع الأنهر التي تمر بالناحية، مما أجبر السكان على انتظار شاحنات المياه المتنقلة للتزود بالماء. وفي سياق متصل حذر نواب عن محافظة المثنى من هجرة سكانية جماعية بسبب شح المياه والتصحر. يعني احنا اليوم كزراعة انحرمنا، احنا بهذا الوقت كنا بكل عام نزرع محصول الشلب وما يعرف بالعنبر، هذه السنة منعونا ومن العفو بلغونا ومنعونا من زراعة المحصول، اللي اليوم اللي يزرع حتى لو على مسؤوليته راح وين تلقاه؟ بالسجن. قرار الحكومة الحالية في بغداد تخفيض الخطة الزراعية بنسبة 50% لمواجهة النقص الشديد في المياه أدى إلى انخفاض كبير في إنتاج القمح العراقي وعجز يصل إلى 2.5 مليون من دون أن تضع الحكومة أي حلول للأزمة. هسه بطلنا ما نريد عمل زرع، نريد ماي بس نشرب، البرايم يابسة، ماكو ماي، الحلال عمه ما نريد الحلال، خلنا نتركه خليه يولي، هسه نريد نشرب بطلنا، يعني شرب بحلقك ما تحصيل. وحذر مراقبون من خطر هذا النقص الشديد في المياه، وأنه ينذر بكارثة كبرى قد تتسبب بموجة نزوح واسعة من جراء الإهمال الحكومي لملف المياه بعد أن قطعت إيران كل الأنهر والروافد المائية عن العراق. أبدأ معك دكتور رمضان، يعني أسباب نقص المياه في العراق، دعنا نقف على هذه الأسباب، طبيعة هذه الأسباب، هل هي أسباب مناخية بحت، أسباب طبيعية، أم تتعداها إلى أسباب بشرية؟
اولا شكرا جزيلا لجنابك الكريم والدكتورنا الفاضل الدكتور نظير الانصاري. حقيقه انا عجبني اختيارك لكلمه نقص المياه. حقيقه هذه لاول مره تتداول انه العراق تعاني من نقص في المياه وليس في شحه او ندره، حتى ايران او حتى تركيا تعرف انه قد استحوذوا على حصص العراق المائيه، فاذا الشحه هي قد تكون طبيعيه ولكن السبب الرئيسي بشري. الاسباب معروفه، بعد 2003 اتكالبت على العراق الدولتين يعني بكل ما لها من قوه واخذت عصب الحياه، يعني عدا الجانب الظاهري اللي يعني سواء يعني اللي نشوفه في الارض، احنا كاختصاصيين راينا بانه الجانب الاهمال الحكومي المتعمد لملف الماء والانذارات اللي من الناس المتخصصين ان هذا البلد سيعاني من هذه الحاله اللي وصلنا وسرح تكون أسوأ، الا انه لم يكن هناك اذان صاغيه. مع الاسف القائمين على الملف المائي منذ 2003 لحد الان كحاله حال مواطن يحذر، يعني ناطق باسم الوزارات المعنيه يقول انه ماكو مي، احنا لازم يعني كانه مواطن يعني في موقع المسؤوليه. ما في يوم شفنا مساءله لابو الزراعه مثلا من يقلل الحصه المائيه، ما شفنا مساءله للناس المتجاوزين على الحصص المائيه، ما شفنا مساءله الاهمال اللي صار في البنى التحتيه النواظم ويعني ذنائب الانهار وصدورها وبين المحافظات، ماكو تكامل في اداره احواض الانهر الموجوده في، فكل هالاهمال اللي صار انه طالما يطلع القائمين على هذا الملف المهام انه حاله حال مواطن يشكي لازم احنا نقلل الماء، احنا نقلل او من الرقعه الزراعيه، يصير نفوخ بالاسماك يقول انه هذه حاله طبيعيه. شماعه التغيرات المناخيه الحقيقه صار لها مثلا حدود عقد من الزمن انه هاي شماعه كلش مهمه بالنسبه لهم التغيرات المناخيه. وزاره الموارد المائيه العراقيه عقدت مؤتمر، ارتئينا خير منه انه يكون انه يؤشر دور التخريبي لدول الجوار في نقص المياه، خاصة إيران عندما قطعت المياه يعني كاملة عن نهر، وهذا سابقا يعني ما موجودة في التاريخ، ايش قد بحثت من أيام حمورابي لحد الآن ما شفت أي دولة أنه تقطع مجرى نهر طبيعي حتى في حالات الحرب. فإذا المسألة هنا الوزارة عقدت مؤتمر تحت شعار جدا واسع التغيرات المناخية، يعني سوت المشكلة أن حال العراق مع حال تركيا وإيران، وكذلك أنه تقاسم الضرر. هذا المصطلح تقاسم الضرر مصطلح خطير جدا لضياع حقوق العراقيين في المطالبة بحقوقهم، أنه أنت تساوي بضرر. دائما نذكر أنه تقاسم الضرر يكون بين محافظة الكود ويكون بين الناصرية أو الكود والعمار مثلا، ما يكون بين دولة المنبع ودولة المصب. دولة المنبع هي المستفيدة، للأنهار فوائد عديدة لازم تستفاد من الفوائد، وأنت حقوق تاريخية وحقوق قانونية ومنطقية وجيرة كلها تتحكم منه لك حصة في هذه المياه. وسبق وأن ذكرنا أنه المفروض بالناس اللي قائمين على هذا الملف من خلال التحسس النائي بعد ما تحتاج إلى إيران أو إلى تركيا، كم عندكم ماي أو حالات الجفاف اللي عندكم مثلا في هذه الدول. الإعلام يعرض جزء من منطقة متعرضة للجفاف يقول حال العراق أنه متعرض للجفاف. العراق رسميا دولة مصب، يعني هذا يعني انتهى. الدول المصب في كل العالم تعاني من التلوث، تعاني من نقص المياه، فأنت من شاطر دول الجوار بهذا المصطلح تقاسم الضرر، أو يعني ما تأشر الحالة بدقة وتضيع الحالة تكون جمل إنشائية. هذه الجمل الإنشائية يعني حقيقة يعني كارثة بالنسبة لمطالبة العراقيين بحقوقهم المائية، حتى إذا يصير تدويل للقضية أو المسألة المائية العراقي من يكون على هذا المستوى انه ما عندك مصطلح. يعني احنا نعرف بين فلسطين واسرائيل الايام الانسحاب من 67 اتفاقات مع الجانب التركي وحصلت تطمينات ايضا للجانب الحكومي في العراق، ولكن ايران تصر على قطع الانهر وتحويل مجراها الى داخل الحدود
السياسية لها. اسمح لي فقط دكتور أن أتحول بالسؤال إلى الأستاذ نظير. أستاذ نظير الأنصاري الأكاديمي المتخصص في شؤون المياه، الأمم المتحدة لها تقارير كثيرة صدرت وتحذر من أزمة الجفاف وخطر الجفاف المحدق بالعراق والعراقيين، ما يؤدي إلى هجرة جماعية ربما للسكان من أماكن إلى أماكن أخرى نتيجة ندرة المياه. هناك عوامل بشرية، هناك عوامل سياسية، هناك عوامل طبيعية متضافرة متكاملة كمنظومة متكاملة مع بعض. ولكن هنا أستاذ نظير، ما مدى خطورة أن تقوم إيران بتحويل مجرى الأنهر التي من المفترض أن تمر أيضا بالأراضي العراقية إلى داخل حدودها السياسية؟ هل من تأثيرات سياسية اقتصادية لصالح إيران؟ ما الغايات من وجهة نظرك؟ شكرا على الاستضافة وشكرا للأخ رمضان اللي تفضل بي. طبعا قطع إيران للأنهار اللي تدخل إلى العراق، وأولها الكارون وبعدين الكرخة وآخرها ديالة، وأكو كلام أنه الزاب الأسفل أيضا يشتغلون عليه، هذه شيء يعني مجحف جدا بالنسبة للعراق. والمثير للدهشة أنه إيران كانت بحسب وسائل الإعلام قبل شهرين ثلاثة تعاتب الحكومة التركية، لأنه الحكومة التركية تريد تبني بعض السدود على الجداول المشتركة بينها وبين تركيا. طيب إذا أنتم تعاتبون تركيا على هذا العمل، ليش أنتم تحولون مياه الروافد المشتركة مع العراق، علما بأنه العلاقة بين العراق وإيران قوية جدا، واقتصاد إيران أصلا في السنين الأخيرة هذه معتمد بصورة كلية على العراق. لكن مع الأسف ضعف الحكومات في العراق وعدم إدراكها لخطورة الموقف المائي تسبب بهذا الشيء. هو طبعاً هو هل ممكن أن يصح أن نقول هو عدم إدراك حكومي لخطورة ندرة المياه، أم أن هناك ربما يعني تماشيا تجاريا للإرادة الإيرانية بأن تمنع العراق من النهوض؟ والله هي يمكن الاثنين، أنا أعتقد الاثنين، واحد منهم أنه التجاهل، لأنه جهل هذا. أنا بالنسبة لي يعني سأنظر إلى الانتخابات اللي صارت في تشرين الماضي، قل لي أي كتلة سياسية تكلمت عن مشكلة المياه، ولا كتلة، يعني معناها أنه ما واعين للقضية أو خطورة المسألة، هاي أولا. اثنين، كثير من الكتل السياسية تحاول تحابي إيران وتتصور أنه أي شيء إيران تسوي هي لازم ما تعترض عليه حتى تحافظ على كيانها وموقعها. فهذه السببين هي سبب الأزمة الكبيرة اللي نمر بها حسب تصوري. أستاذ رمضان، بالعودة إليك دكتور، في إطار دبلوماسية المياه وأساليب التفاوض، إلى أي مدى ترى أن المصطلحات المستخدمة من قبل وزارة الموارد المائية ومن قبل وزارة الخارجية في الحكومة في العراق، إلى أي مدى تراها أنها ملائمة ومتناسبة لخطورة التحدي وحجم التحديات الكبيرة؟ هل ترى أن هذه الأساليب هي أساليب ناجعة، هي أساليب تفاوضية مناسبة لحجم الخطر الكبير الذي هددت أو إذا حذرت منه الأمم المتحدة وحذرت من تداعياته وانعكاساته، ألا وهو الجفاف والتصحر؟ نعم، شكرا جزيلا. الحقيقة موضوع دبلوماسية المياه موضوع مهم جدا ويفيد العراق في هذه المرحلة، يعني مو بس العراق، حتى مع مصر باعتبارها دولة مصر، باعتبار من تكون الدولة ضعيفة فهي أضعف الإيمان أنه تلجأ إلى دبلوماسية المياه، وخاصة دبلوماسية المياه الوقائية. ولهذا أشرنا في جزء من الحديث أنه استخدام المصطلحات جدا مهم، يعني نقص المياه لأول مرة يعني أنه نشوف الإعلام مسألة نقص المياه جدا مهمة، أنه يكون هذا يعني وعي مجتمعي أنه عندك نقص في العراق بالمياه، نقص
حاد في المياه، نقص خطير في المياه، وليس الشحة وليس الندرة. الشحة والندرة هي من تكون الحالة الكل سواسية، من أن تكون أنت دول الجوار تحجز المياه. الشحة والندرة عندما تكون الظروف المناخية الطبيعية فقط هي المتحكمة بها، وإذا دخل العامل البشري أو السياسي تكون هناك يعني نقص. إجبار أو نقص. ولهذا على وزارة الخارجية، وزارة الخارجية ووزارة الموارد المائية استخدام هذا في 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 أحاديثهم، في مراسلاتهم مع كل من تركيا وإيران، حتى مع سوريا من يصير نقص يؤشرون ويؤشرون بالنسب. مع الأسف النسب اللي يعتمد عليه نسب قديمة، ويعني هاي النسب يعني الحقيقة الواقع يؤشر أنه النسب هذا أكبر من ما يعني هم يؤشرون عليه. دكتور كما تعلم، عذرا للمقاطعة دكتور رمضان، فقط يعني في مداخلة، يعني عندما ترى المشكلات التي سببها يعني الحصص المائية في الكثير من الدول، لنأخذ مثلا مصر وإثيوبيا أو الكثير من الدول يعني على مستوى العالم، ترى أن هناك دبلوماسيات وأساليب معينة للتفاوض، هل هذه الأساليب المعيارية يعني تحرص الحكومة على أن تستخدمها، على أن تطور من أساليبها في سبيل الحصول على نتائج، أم أن الأمر متروك هكذا؟ لا، الأمر متروك الحقيقة. الناس اللي تروح تفاوض هي ما عندها مفاوضات بالأساس. العراق ما دخلت مفاوضات لا مع تركيا ولا مع إيران، هي مسألة محادثات. المفروض يعني العراق يدرك أنه ولو حتى المحادثات مع تركيا أو مع إيران، أنه تكون المحادثات على الحدود وعلى بالقرب من الأنهر. يعني مثلا يعني أنا راح أذكر مثال، لو أنا في موقع القرار عندما زار نائب الرئيس الإيراني ولمعالجة مشكلة العواصف الغبارية، أنا يعني جزء من دبلوماسية المياه أنه تأخذ هذا الشخص وتأخذه على قريب من مجرى النهر، وخاصة بحيرة الحمرين اللي جفت اللي بسبب نهر سيروان أو ديالة اللي جففوها بالكامل، واللي ذكرنا أنه هي سابقة في التاريخ يعني لأول مرة. المفروض يقول أنت يعني باللهجة العراقية من باب الملاطفة أن معزوم على سمك مزقوف عراقي على بحيرة حمرين. من هذا كان يدرك أنه حجم الخطر، بدون هذا مسج يصل. هذا يسموه الرسائل الدبلوماسية المرنة اللي تصل السوفت، اللي تصل للمواطن. لأن ما تقدر تحارب إيران بعد، ما تقدر تجاري إيران، بس تقدر توصلهم مسجات أنه أنت يعني مخطئ بحقنا، أنت مخطئ بحق البساتين، بحق هلثر والحيوانية. يشوف الأسماك، يشوف السيارة تمشي بنص البحيرة اللي كانت. فلابد أن يشعر، لابد أن يكون جزء من الإنسانية. حتى إذا ما يشعر راح تحسسه. وكذلك مع تركيا أنه تكون المباحثات في زاخو أو قريب من منطقة الجزيرة، حتى يشوف النهر اللي يجي يعني إيش قد حجمه، إيش قد حجم الضرر اللي يدخل العراق من وراء سبيل الزوار أو مجموعة فقط. أن ننتقل للدكتور نظير الأنصاري. دكتور نظير، يعني مجلس محافظة البصرة، الكثير من السياسيين في المحافظات الجنوبية يتحدثون عن أن هناك سوء في استخدام أو يعني تخصيص أساليب معينة للتصرف بمياه الصرف الصحي، كلها تصب في الأنهر، بما يؤدي بالتالي إلى حدوث التلوث. يعني موت الثروة السمكية ليس ببعيد عن ما جرى، يعني هناك أساليب غير مستدامة، هناك عدم حرص من قبل المسؤولين في الحكومة في التعامل مع البيئة والموارد الطبيعية في العراق. ما تبعات هذا الأمر على أو تأثيراته وانعكاساته على الحالة الاقتصادية للمواطن العراقي؟ احنا اذا نرجع الى موضوع الصرف الصحي، تقرير البنك الدولي يقول انه معظم المحطات اصلا لا تعمل بشكل صحيح، والمياه العادمه تصرف الى الانهار مباشره، وطبعا هذا يؤدي الى التلوث. اضافه الى هذا الشيء، يعني خلي نتكلم عن شبكه توزيع المياه مثلا في بغداد. تقرير البنك الدولي يقول هذه الشبكة يعني قابليتها هي 30% فقط، يعني 70% من المياه اللي تنضخ هي تروح مفقودة.
زائدا هناك خلط بين شبكه من المياه العادمه ومياه الشرب، وهذا طبعا يؤثر بشكل كبير جدا على صحه البشر. فاللي دا يسووه حاليا انه دا يزيدون كميه الكلور اللي يخلوها على المياه الشرب، وهذه طبعا ايضا لها اثار سلبيه، لانه زياده الكلور عن تركيز معين يؤدي الى السرطان. إذا نرجع على هذا الموضوع بالحقيقة ونشوف أنه آخر تقرير صدر قبل كم شهر بعد مؤتمر جلاسكو من مجلس المخابرات الأمريكي، اللي هو هذا التقرير بالحقيقة يجمع عدد من التقارير اللي سوتها بعض المؤسسات المخابراتية الأمريكية. فيقول 11 دولة ومن ضمنها العراق ستتأثر بشكل كبير جدا خلال السنين القادمة من ناحية تلوث ونقص المياه، وهذا التأثير راح يكون على صحة البشر واقتصاد الدولة، ويؤدي إلى هجرة أعداد كبيرة من المواطنين، ويؤدي أيضا إلى تناحر داخلي. وأيضا هسه ألفت انتباهكم إلى تقرير العام صدر من الـ IOM اللي هي منظمة الهجرة بالنسبة للأمم المتحدة، يتحدث عن هجرة آلاف العراقيين من المحافظات الوسطى والجنوبية بسبب نقص المياه وتلوثها، يعني نوعية رديئة جدا. مع الأسف الحكومة العراقية لم تتخذ أي إجراء في هذا الخصوص. يعني اللي تفضل بيه الأخ رمضان واللي تقارير اللي كلمته عنها، يعني أنا ما أفهم ليش ما في أي حركة من الحكومة العراقية في سبيل تحسين نوعية المياه وتحسين إدارتها. يعني إحنا ما يخالف نقول تغير المناخي وإلى آخره والحصص المائية والمفاوضات مع دول الجوار، لكن على الصعيد الداخلي شنو هي الإجراءات اللي سويناها حتى نتلافى أو نقلل الأضرار؟ أين لا هي شيء. السدود؟ أين هي الخطط؟ دكتور رمضان، الكثير من الدول حتى التي ليس فيها نفط والتي لا تملك ثروات العراق الزراعية والنفطية والبشرية، يعني على سبيل المثال الهند مثلا، إن كانت الهند دولة يعني قوية، يعني لكن هناك تجارب ممكن الاستفادة منها، عملت على يعني حفر السواقي وغطت هذه السواقي بالخلايا الشمسية لكي تستفيد من الطاقة الشمسية في هذه المساحات المتروكة، وأيضا تمنع عملية التبخر للمياه، بالتالي تستفيد من أكبر كمية من المياه. هذه يعني حالات بسيطة وحالات ليست بجديدة، منذ تسعينيات القرن الماضي نفذت هذه الخطط وأتت بنتائج كبيرة ومبهرة. هل يعاني العراق من نقص في الكفاءات وفي العقول لكي لا يستفيد من الموارد الطبيعية؟ أين وزارة الموارد المائية التي يخصص لها الملايين من الدولارات؟ أين الوزارات المعنية؟ لماذا هذا الإهمال؟ هل العراق فقير؟ أولا، إذا يعني يكون الكلام على الكفاءات في العراق والعقول في العراق، فالحروب اللي بدأت بالثمانينات كانت جزء من مخططها أنه تهجير هذه الكفاءات، ومن ضمنها الدكتور نظير الرجل حاليا في السويد، يعني هذا مثال. يعني صار قوى طارده، هذه الحروب صارت قوى طارده للكفاءات، والعراق بقى انه على هذا الحال. الناس اللي حاليا يديرون وزاره الموارد، على شخص السيد الوزير نكون له كل الاحترام، هو من ابن الماء او رجل يعني ترعرع في وزاره الموارد المائيه منذ تعيينه. البقيه الناس دخلاء على الوزاره، الناس المشتغله كلها لو برا قاعده لو مجمده، يعني ما يستشيروهم. مثلا انه
التقرير الاستراتيجية المائية اللي خلوه بال 2015 2035 جاب مجموعة من الخبراء العراقيين، طوعا احنا راح نجيب هذا التقرير ونخلي ملاحظاتنا عليه حتى نسوي له معايرة، اللي كل 5 سنوات من ضمن التقرير يقول سووا لها معايرة كل 5 سنوات ابدا، كل ومتطوعين احنا يجي ويابا يجيبوا الاجنبي حتى الاجنبي ما يجيبوه. المسألة انه احنا من ليش ناخذ من تجربة الهند؟ العراق بلد الرافدين، بلد الكفاءات والخبرة، عندنا تجارب جدا ناجحة، لان يطرحها عراقي مع الأسف ما يؤخذ به. مشكلة العراق كلها تكمن أنه نعالج مملحة الثرثار. مملحة الثرثار اللي هي كان مكب فيضاني، والإنجليز أنه بغداد كانت مهددة والعاصمة، الظروف ذاك الوقت أنه ذراع دجلة تأخذ المياه حتى يخلصون بغداد، ونعرف بغداد الكسرة والمناطق اللي بيها قناة الجيش كلها، يعني المناطق كانت لدرء الفيضان عن بغداد، والظروف تغيرت، البلد من بلد فائض مائي صار بلد عوز مائي. فإذا نيجي شو نسوي بدراسات جيولوجية وجيوتكنيكية وجيوهندسية، نجي من هذا المنخفض الطبيعي اللي هو بها طبقات الجبسم اللي هي جزء من اختصاص الدكتور، انه بكل سهولة طبعا يعني راح الخطوط عامة انه نغطيها بطبقات من الشوتكريت، وعندنا 80 مليار اذا نسويها على اجزاء، اذا ناخذ على 10 مليار او يعني او 15 مليار يعني ما نحتاج حتى سدود، ولو سدود جدا مهمه، وانا اكد على دائما السدود لازم تبقى بمكانها، بس بالاضافه الى هذا انه هذا الخزين انت من تعزل الطبقات الجبسيه وراح تخلص السهل الرسوبي من كل المياه الجوفيه المالحه اللي تسبب السبخه اللي صارت. ومثل ما تفضل الدكتور نظير انه اذا نخلص البلد من مياه الصرف الصحي ونعالجها يصير عندنا نهر ثالث، عندنا النهر الثالث من المصرف العام اللي نسميه، كل هالمياه اللي تستخدم وتعالج في امريكا 7 ولايات يستخدمون للشرب مياه الصرف الصحي المعالجه. فاذا الحلول موجوده من لدى العراقيين خبراء ومتطوعين، يعني ما نريد لا جزاء ولا شكورة انه نروح نشتغل بهالصحراء بهالثرثار نشتغل ليل نهار بحيث نخزن لنا 5 مليارات او 10 مليارات بقدر سد الموصل، ونقول لهم هاي المياه العذبه اللي جت في سنه فيض اللي صارت عندنا بال 2018 19 20 حتى السنه وراح تتكرر سنوات الخير، بس اذا تروح للبحر شو نسوي بها؟ فاذا نيجي نخزن هذا راح يصير عندنا خزين متراكم. دول الجوار خاصه ايران راح تدرك انه اكو عقول، اكو ناس تشتغل، راح تحسب لك حساب، ابو تركيا يحسب لك حساب، اما ان تبقى مكتوب في الايدي ومتهالك، والناس اللي على راس هيجي وزارات بعيدين، يعني ناس يعني بعيدين عن المهنه، يعني مهندس الري اللي كان عنده سلطه طيب. حاكم جنح حاليا شخص يعني غير 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 كفو يدير له في احلك الظروف في اخطر الظروف. المفروض هسه المغتربين العراقيين تسوي لهم خليه، تسوي لهم بيت الخبره، هسه طبعا مشكل بيت الخبره بالمناسبه في العراق، بدي اجمع خبراء بيت ومجانا بيت الخبره العراقي لاستدامه المواد المائيه في سبيل ننقذ العراق من هذا المازق الخطير اللي بدنا ننزلق له بدون ان يكون هناك ادراك حكومي او شعور انساني. بالمناسبه بس خلي اذكر هاي النقطه، انه اليوم قريت يعني تصريح لمدير محميه باديه سماوه يقول لك النفوخ الغزلان اللي هي فريده من نوعها او نادره لعدم وجود علف، فكيف العراقي يأتمن انه الحكومه توفر له غذاء في هاي الازمه وهاي المبالغ الضخمه اللي خصصت على اساس امن غذائي في هالفتره، والغزلان ما يوفروا لها، حتى العتب على المنظمات اللي تتباكى على العراق ما يوفروا لهذا الغذاء، الحيوانات اللي هي بعد هو حيوان بعد يعني دا يموت. يعني فتصور اذا ناخذ هذا القياس وتقيسه تسقط هذا الاجحاف بحق الحيوان على الانسان العراقي، فهي تكون النتيجه. الانسان العراقي وحتى اجلكم الله الحيوانات داخل العراق ايضا متضرره من الحكومات المتعاقبه بعد عام 2003، حرمت العراقيين حتى من المياه. نتابع سويا، اسمحوا لي ضيوف الكرام مشاهدينا الكرام، نتابع سويا هذا التقرير عن أزمة المياه، شح المياه، نقص المياه في العراق والجفاف والتصحر نتيجة العوامل المتعددة.
إذن مشاهدينا الكرام، نسلط الضوء في هذه الحلقة على موضوع نقص المياه وتدهور الإنتاج الزراعي في العراق. بالعودة إليك أستاذ نظير، بالتأكيد لنقص المياه وشح المياه في العراق تداعيات وانعكاسات، منها تدهور الإنتاج الزراعي. طبعا قبل ذلك الأمم المتحدة في تقرير لها تتحدث عن أن الأعمال العسكرية التي قامت بصناعتها الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال هي كانت السبب في تدهور الموارد المائية في العراق وكذلك التربة. بالتالي يعني هنا سؤالنا أستاذ نظير، كيف سينعكس ذلك على الاقتصاد العراقي في ضوء تخفيض الإنتاج الزراعي ل50% وفي ضوء تدهور الموارد المائية؟ هذا طبعا راح يكون له تأثير كبير جدا، يعني هو حاليا اصلا اكو تأثير كبير، يعني الإنتاج الزراعي نزل 50%، الثروة الحيوانية تقريبا 70% حسب تقارير المنظمات الدولية تأثرت. واكو مثال على هذا، مثلا الجاموس كان عندنا 1.25 مليون رأس جاموس، حاليا اقل من 200,000، يعني هذا كمثال بسيط. الشيء الآخر، تقارير المخابراتية الأمريكية تقول أنه العراق مثلا أحد الدول اللي يعتمد اقتصادها على صادرات النفط، وحاليا نتيجة التغير المناخي الدول العالم كلها تتجه إلى استعمال طاقات بديلة نظيفة، يعني معناها خلال 10 سنين القادمة راح يصير انخفاض كبير جدا في أسعار النفط، وهذا راح يأثر على اقتصاد هذه الدول اللي من جملتها العراق. فيعني المستقبل إذا ما اتخذت الحكومة إجراءات رصينة وعلمية ومبنية على الواقع الموجود والتوقعات المستقبلية، فالمسألة راح تكون سلبية جدا مع الأسف. وهذا مو يعني الكلام مو بس آني داحتي، يعني من حكومة 20 سنة لم تعمل في هذا الإطار. هناك فرصة، يعني الآن يعني يقال بأن أسعار النفط لها فوارق، الآن أسعار النفط مرتفعة، لماذا لا تستفيد من هذه الملايين من الدولارات في بناء السدود، في التجهيز للوضع الزراعي والحالة الزراعية، لتحسين مستوى الدخل للمواطن العراقي، إنشاء فرص العمل، لماذا لا تستفيد منها؟ ما المنتظر بعد 20 عاما؟ يعني احنا اللي سمعناه اكو اكثر من 90 مليار دولار حاليا زيادة بالميزانية، لانه من وضعت الميزانية كان سعر النفط شيء والان ارتفع بسبب مشكلة اوكرانيا. فهذا النقص الزيادة عفوا المفروض تشتغل بشكل علمي صحيح لتحسين الواقع المائي، بس احنا ما نقول كلها يرصدوها الواقع المائي، لكن على الاقل الاحتياجات الضرورية، يعني المنشآت الخاصة بالمياه اولا ما لها اي صيانة جيدة، ثانيا استصلاح الاراضي تقريبا صفر، يعني كفاءة الأرواء أقل من 30% حسب تصريحات وزارة الموارد المائية. هذه يعني كلها تحتاج إلى رصد أموال وتخطيط بشكل صحيح. أما إذا ينبني هذا على الفوائد الشخصية أو فوائد الكتل السياسية ما رح نوصل لأي نتيجة، لأنه كثير من المشاريع من تدخل بها الفائدة الشخصية تقصد يعني رصد الأموال هو موجود، مثلا التخطيط موجود، ولكن تصطدم بجبل المحاصصة. بالضبط، مو بس المحاصصة، يعني التنفيذ المشروع ما يكون بالطريقة الصحيحة. يعني أعطيك مثال، يعني مثلا يحكون عن سد مكحول، يعني كم مرة احنا قلنا سد مكحول المفروض دراسات جيولوجية تكون دقيقة حتى لا تصير نفس مشكلة سد الموصل. إلى الآن ما أعتقد أكو دراسة جيولوجية دقيقة بحيث أنه إذا تنفذ هذا السد ما تصير مشكلة مثل ما صارت بسد الموصل. يعني سد الموصل
من 86 إلى الآن عمليات الحقن حتى يتغلبون على رشح المياه جارية 24 ساعة. احسب كلفة هذه العملية من 86 إلى الآن، ايش قد كلفت مليارات الدولارات؟ هل هذا صحيح مثلا؟ فيعني المفروض انه من ننفذ مشاريع لازم نخلي ناس فاهمين شنو القضية ومصلحة البلد امامهم مو مصالحهم الشخصية، هذا اهم شيء. اذا هذه النقطتين توفرت ما اعتقد يصير عندنا مشكلة ومن الممكن ان نتغلب على اي شيء. اما اذا صار التخطيط كيفي غير علمي غير واقعي والمنافع الكتلية او الشخصية هي الغالبة ما راح نوصل الى اي نتيجة مع الاسف. نعم، هناك مدخلات بالتاكيد وهناك مخرجات لاي عملية تخطيطية فيما يخص موضوع المياه، هناك الموارد، هناك الموارد البشرية، هناك الموارد المالية، تخصيصات موجودة والحمد لله، وأموال موجودة ونفط موجود. دكتور رمضان، هل فات الأوان؟ يعني هل نقرأ على العراق السلام وعلى دجلة والفرات السلام؟ لا سدود، لا تنظيم، لا تخطيط، لا تنفيذ. يعني هل أنت متفائل فيما يخص الموارد المائية في العراق التي حذرت الأمم المتحدة من خطورة الجفاف وخطورة التصحر في العراق؟ أنا دائما متفائل، ومتفائل من جانب واحد، أنه إذا أهل الخبرة كانوا في المقام الأول، يعني ذكر الدكتور تطير سيد مكحول مخصصين له 3 مليارات، يعني المنطق ما يقبل مجموعة مشاكل وما راح يخزن غير 3 مليارات. ثلث هذا المبلغ لأول مرة في التاريخ من أيام السومريين، إذا المملحة الثرثار نسويها بحيرة مياه عذبة يعني راح تنحل كل مشاكل العراق وراح العراق بالتاريخ، بس ما يسووها، يعني ينتظرون أن تجي منظمة، يعني شغلات مع الأسف. إذا على هذه الوضعية اللي إذا تتوالى هيك حكومات وصار لهم أكثر من 7 أشهر يتحاصصون على الوزير أو على منصب أو على كرسي، فالفاتحة فعلا انه العراق انتهى، والعراق صح يعني واللي ما يقدر يعني يدير المياه في العراق، إدارة المياه ما يمكن، الإدارة السياسية راح تخرج من ايده، تغيير ديموغرافي فظيع في الجنوب، طبعا العشائر راح تتكالب بيناتها والمشاكل راح تصير الى قتل واقتتال داخلي وهجرة، وتجي المنظمات تكتب لها التقارير وتأخذ الإحصائيات وتنشرها في الإعلام، ويبقى العراقي في مكانه هو الضحية، والحكومات مثل ما تفضل أحد وزراء الموارد المائية في لقاء سمعته، حقيقة الرجل كان جريء جدا، أنه في وزارة الموارد المائية يقول أنا جنت وزير، وجزء يأيدون تركيا وجزء في داخل الوزارة جزء يأيدون إيران، يقول أنا اللي جنت الوحيد اللي همي عراقي. إذا الهم ما يكون عراقي، وإذا ما نجيب الناس المغتربين والأهل الخبرة وما نكون عندنا جدية والبوصلة ما تكون عراقية، العراق انتهى. المفروض يعني تتصور من هالمبلغ الكبير اللي هي ميزانية دول مو ميزانية دولة دولتين، 67 مليون لوزارة الموارد المائية، وهي في أوج يعني أشد الأزمات المائية اللي تعاني العراق لأول مرة بالتاريخ، وراح وتتفاقم هالأزمة يعني بمرور الأيام. احنا بعدنا بداية الشهر في تقرير أحد التقارير اللي نشرته خلال هذا اللقاء، أنه مواطن يعني يتمنى يكون بس يشرب مي يعني للشرب، فهذا طبعا كنا أشرنا عليه منذ سنوات عديدة مع الأسف، وهذه المنظمة تتأخذ المعلومات من عندنا الحقيقة، بس المنظمة لها صيت رسمي يعني من الفاو أو أي منظمة أخرى من تنشر يعني الداتا اللي من عندنا يأخذون، بس المنظمة تنشر. بس العتب على المنظمات وعتب على الأمريكان بالذات، إنه كولورادو 7 ولايات تعاني من جفاف وعندهم مشاكل، ليش ما ياخذ لك شام عراقي يقولوا تعالوا تدربوا شلون بدنا نتغلب على مشاكلنا في كولورادو في هالولايات السبعه، مع مشكلتنا مع المكسيك، يعني ليش ما يفتحون عيون العراقيين على ظلت على المي دكتور، ظلت على المي، هم دمروا كل شيء بالعراق. ايه هو المشكله هنا، يعني احنا بنقول انه اذا يردون نيه حسنه تبين انه الازمه
متفاقمه بعد ما يحتاج، يعني الناس تموت، حيوانات ماتت، يعني البشر ده يموت، راح يصير اقتتال، يصير يعني حرب بشكل او اخر موجود. يعني هسه اذا تشوف المحليات يقول لك المنازعات والمشادات الكلاميه موجوده بين الفلح، بس المياه من يجي مثلا احد الوزراء هم اذكر قال اشتروا تانكيات، هاي ما ممكن انت وزير يجي يقول لاهل بغداد اشتروا تانكيات عندكم ازمه، انت قاعد على كرسي متربع على كرسي وزير موارد مائيه بالعراق، هذا يكون اسلوبه؟ ومن تجي الالقاب العلميه ما شاء الله عليه، يعني السيد والاستاذ والبروفيسور والمدري ايش، واللي عنده كتابات واللي عنده تاريخ، من العراقيين شراء تانكيات مي، شراء تانكيات، هذا المفروض كان يحاسب عليه، يحاسب مجتمعيا، يحاسب برلمانيا، يحاسب انسانيا، انه انت لو تترك الوزاره وكان تشلب الوزاره الى اخر يوم من قالوا له انتهى. يعني من يكون هذا، ومن يؤمن يصير الحكي بالمنفردات ما حد يقدر عليهم، يعني التلاعب بالكلمات والمصطلحات ويضيعون حقوق العراق بهيج المصطلحات، مع العلم ما يستخدم المصطلح الصحيح بالدبلوماسيه المائيه بحيث يضمن حقوق العراقيين مثل ما تفضلتوا بنقص المياه او تقاسم الضرر، او ان تكون المفاوضات على الحدود والمحادثات تتحول الى مفاوضات. يعني نبدا بالمحادثات بالجلسات زين، وبعدين خلي تكون تمهد لمفاوضات، لازم العراق يطالب بالمفاوضات حتى مع تركيا، من يقول الجانب التركي عنده مرونه، مباحثات، المباحثات مثل كلام، يعني كلام عام ما يؤخذ عليه، المفاوضات تكون رسميه، بروتوكول واتفاقيات وجلسات ومدات، ينكتب كل كلمه يتفوه بها الشخص يحسب عليه، فلازم تكون حذر، لازم تكون ملم باللغه، تتعامل مع الاتراك، لازم تكون ملم باللغه التركيه وعاداتهم، ملم بالامبراطوريه العثمانيه وتاريخها، تاخذ لك ناس بالتاريخ، بالاجتماع، بعلم النفس، بالجيولوجيا، بالهندسه، بكل التخصصات، تسوي لك ناس عراقيين ما شاء الله كيف مع ايران، الامبراطوريه الفارسيه ايش كانت وليش وصلت، النظام الملالي اللي موجودين شلون يتصرفون، لازم تاخذ هالبيهيفير، هالتصرف، هالسلوك تعرف حتى تروح تتفاوض، ما تقول له والله التقاطع المائي يقول لك لا انا هم عندي مشكله. فالاشكال اللي يصير عندنا العراقي مضيع البوصله، وطبعا سوء الحكومه انه الوزارات يعني تصير محاصصه، من تكون محاصصه على تركيا، تركيا تعفى من كل المشاكل، من تكون على ايران، ايران معفى من كل، وناسين العراق مع الاسف، البوصله يجب ان تكون عراقيه. على الاقل الجانب التركي يعني متعاون ومتفهم ويتقاسم الخسائر. لا 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 ما متعاون، عندهم مرونه، اختلاف بالسياسه، انا ابدا ما مع يعني مع اتراك اصدقائي من ارقى يعني من في 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 ارقى يعني تصور مدير معاهد مالتهم اللي هو صديق سيد اردوغان، كلش قريب من يمي وعندي محادثات وياه، ما افرق بين السيام بالنسبه لي كمواطن عراقي خبير ومشتغل سدود عمري صار لي 40 سنه في العمل، انا اسيوم سيان، يختلفون يعني واحد يدخل من الباب واحد من الشباك، اثنيناتهم معتدين، كل واحد اسلوبه، بس دول هاي سياسه دول يعني هي امبراطوريات كانوا، فالمفروض احنا نتفهم هالحاله، ويعني احنا الاتراك اصدقائنا والايرانيين هم نسميهم اصدقاء، ليش لا؟ بس احنا ما نقدر نتفاهم وياهم، ما عندنا ذاك الاسلوب، نروح نستسلم. يعني التهموا العراق بشحمه ولحمه وعظامه ولم يتركوا شيئا وقطعوا حتى الانهر عنه. هاي جريمة بشكل يعني علني، المفروض كان يكون هبة شعبية، المفروض يعني أنا قلت لهم يا ناس من انقطعت هذا المياه المفروض تكون هبة شعبية، مثل هذا الدكتور الزاب الأسفل دكتور الطريق، الزاب الأسفل في الطريق. الآن العالم يمر في ظروف استثنائية، هي ظروف الحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى نقص في الغذاء ونقص في الإمدادات ونقص في الطاقة وإلى آخره. الآن العراق الآن في ضغط مسلط عليه بشكل كبير، المواطن العراقي الذي يعاني من الفقر، يعاني من البطالة، ما أدى إلى خروجه عام 2019 في ثورة شعبية تطالب بالحقوق، بالعمل، تطالب بوطن، وجوبها بالحديد والنار. هنا أستاذ نظير، هل تتوقع أن هذا الضغط الاقتصادي المقبل بعد تخفيض الخطة الزراعية وتقليل منتج القمح ربما يكون يعني معدوما، ربما يكون قليلا جدا، بالمحصلة هناك ضغط اقتصادي في العراق يقع على كاهل المواطن العراقي لم يشهده حتى في الحصار الاقتصادي، هل هذا يعني ينذر بتفجر تظاهرات جديدة؟
طبعا، لأنه يعني توصل لمرحلة الإنسان تكون حياته تعيسة بشكل كبير جدا، ويقول لك على وش أنا عايش بهالحالة، فلذلك يطلع ويتحمل كل شيء. يعني حضرتك ذكرت المظاهرات اللي صارت تشرين، من اللي طلع؟ اللي طلع هم الشباب اللي فاقدين مستقبلهم، ما عندهم أي مستقبل، متخرج من الجامعة وما عنده أي وظيفة، عاله على أهله. فإذا هذا الشيء اللي تفضلت به انعكس على العوائل العراقية وعلى المواطن العراقي والموظف، فطبعا راح تصير حركة داخلية كبيرة جدا، وأتوقع مظاهرات أقوى من المظاهرات اللي صارت سابقا. مع الأسف طبعا احنا ما يعني يعجبنا أنه نوصل لهذه المرحلة، ويا ريت الحكومة تفكر بهذه الأمور وتتخذ الإجراءات المناسبة لتلافي هذه الحالة. هل ستنجح الحكومة من وجهة نظرك، يعني وهي لم تنجح دكتور رمضان في حتى تشكيل نفسها؟ أبدا، ما أشوف أي بارقة أمل في هذه الحكومات، لأن طالما المحاصصة يعني مستقبل العراق صار المحك، الموارد المائية كشف المستور يعني، وهذه الموارد راح تكون سبب لإنهاء كل هالحكومات. يعني أنا راح لا أدخل بالسياسة لأن اختصاصي سياسات مائية، بس ثق هذه الأزمة راح تغير وجوه كثيرة اللي سببوا في معاناة العراقيين وضياع العراق وتبعية العراق لهذه الدول. هذا لازم يكون. فالماي اكو مثل كردي يقول لك، يعني اذا المساله تضيع فتره يقول لك الماي، الفقاعات المائيه كفيله تكشف المجرم او اللي سبب المشكله. فهذا الجفاف وهاي الازمه قد يكون يعني احد ايجابياتها انه تنهي وجوه كثيره عن العمليه السياسيه اللي ضيعت العراق مع الاسف. يعني الشكل انت يعني تسلم اراده بلد لدول، يعني تصير ساحه مفتوحه انه حتى الحيوان والنبات يكون ضحيه، هذا ما صاير بالتاريخ. يعني من اجى هولاكو بس كان الري موجود، يعني راح المكتبات، راح دمر معالم معينه، بس انت من تكون سبب تدمر بلد بمفاصل حياته. تدري الجفاف اللي يصير سنه او سنتين آثار تبقى عشرات السنين، لأن بعمق يعني الشجر اللي تموت اللي عمرها 100 سنة ما ترجع. يعني صعب جدا، يعني هذا المجال ما يسمح نشرح له كثير، انه يعني اللي دي يصير في العراق جريمة، يعني خلينا نقول ما صايرة بالتاريخ. نرى انعكاساتها الآن في هذه الأتربة وهذه العواصف الترابية وقل وعدم التشجير هذا البلد. والآتي أعظم. إذا هذه الوجوه ما تتغير منها الشهر الرابع، يعني على الموسم، يعني بعد الشتاء، إذا هذا الصيف ينتهي الصيف، الناس راح تبادر إنه قد تكون سنة خير أفضل من السنتين يعني البقية. إذا الظروف، لأن العراق دائما متفائل، إذا للربيع، إذا الشتاء والظروف بقت، على الوضع السياسي راح يتغير وتغير وجوه، وراح يكون هذا الماء هو السبب في تغيير هذه الوجوه. قد تكون الظاهر هي عمليات سياسية أو تكالب بين كتل، ولكن الأساس اللي يحرك يعني مثل البركان اللي يفور هو الماء، وإهمالهم للكادر المائي والبنية التحتية للمياه، وطبعا يذبحها الزراعة. عم نقول الماء اللي هو المحرك الحياة، يذبحها الزراعة، يذبحها البيئة، يذبحها كل هالمشاكل، وإهمالهم لمياه الصرف الصحي، إنه كل القاذورات. يعني ما صايرة بالتاريخ إنه يعني واحد يمتلك مستشفى أو يعني إنه القاذورات في المياه. نشكرك شكرا جزيلا دكتور رمضان حمزة، خبير الاستراتيجيات والسياسات المائية، كنت معي عبر سكايب من العراق. ونشكرك شكرا جزيلا دكتور نظير الأنصاري، الأكاديمي والمتخصص في شؤون المياه، كنت معي عبر سكايب من العراق أيضا. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.